تم تسطير برنامج يتلائم مع موسم الاصطياف من خلال القيام بعمليات شرطية باستعمال الوسائل التكنولوجية الممنوحة والمسخرة من طرف المديرية العامة للمواطنين الأمن الوطني، كما تم تسجيل 1288 قضية، تم إحالة 944 شخص مشتبه فيهم أمام الجهات القضائية. قامت مؤخرا وحدة الدرك الوطني بالتنسيق مع وحدة الأمن الوطني بالقيام بعمليات مداهمات لأوكار الجريمة، وكذا متابعة ومراقبة الشواطئ.